مدينة أومسلال، أومسلال التي تتواصل بها فعاليات درب الساعي بأنشطة ثرية تتوزع ما بين الموسيقى والفن التشكيلي، دون أن ننسى العروض المسرحية. وبالحديث عن المسرح، وفي فضاء مفتوح تختتم اليوم مسرحية الغبة التراثية التي تقدمها فرقة قطر المسرحية، وتختتم عروضها التي امتدت على مدار 3 أيام. للحديث أكثر عن العرض المسرحي خصوصا الأجواء هناك في درب الساعي، يسعدنا أن ينضم إلينا من هناك المخرج ناصر عبد الرضا. حدثنا بداية أستاذ ناصر عن هذا العرض. أول شيء يعطيكم العافية، نبارك للقطريين والمقيمين والعرب أجمع وكل الدول العربية على نجاح تنظيم كأس العالم في دولتنا الحبيبة قطر. مسرحية الغبة مسرحية تراثية تعكس الثقافة القطرية والموروث القطري من خلال مسرحية على ظهر محمل غوص يذهبون إلى جمع الدانات من وسط البحر. يشتعل بينهم فتنة في المسرحية هذه. المسرحية من بطولة مجموعة من الشباب، فيصل رشيد وراشد الشيب، أحمد عقلان، محمد الصايغ، مجموعة كبيرة من الشباب اللي معانا، ناصر حبيب هو من إخراجي ومن السونوغرافيا اللي أنا، من تأليف أخونا طالب الدوس. عرضنا المسرحية هذه لأول مرة في شهر 3 اللي فات في يوم المسرح العالمي في احتفالات مهرجان الدوحة المسرحي، ولاقت إعجاب الجمهور وحبينا نشارك فيها أكبر عدد من الجمهور في عرض مسرحية في ساحة مفتوحة. نعم أستاذ ناصر، كيف لمستم التجاوب حضور الجمهور خاصة بالتزامن مع فعاليات كأس العالم؟ الحمد لله احنا يعني ما كنا متوقعين كم الجمهور الموجود هنا. يعني انا شاركت، هي ثالث مشاركه لي في درب الساعي، مشاركتين سابقتين في درب الساعي الاولي، لاول مره اشارك في درب الساعي الجديد. الحمد لله لقينا اقبال كبير من الجمهور على المسرحيه وعلى التراث القطري. الاكيد انكم استاذ عبد الناصر اخترتم بعنايه ودقه عنوان المسرحية وتفاصيل أحداث هذه المسرحية التي تسلط الضوء على جوانب مهمة من التراث القطري، هل لك أن تقرب المشاهد الكريم من مضمون هذه المسرحية انطلاقا من العنوان الغبة؟ الغبة معناتها باللهجة القطرية هي البحر العميق، بعيد عن سيف البحر، بعيد عن سواحل البحر، حيث يذهب الغواصين لمدة 4 أشهر في عمق البحر ويباتون 4 أشهر في عمق البحر. فالمسرحية ما أخذها على هالفكرة هذه. في فتنة موجودة على ظهر السفينة من خلال شخص حاقد على أنه أخذها وهو ربان السفينة وابن عمه، فيبدأ في صراع بين ابن العم وأنه أخذها. في نهاية المسرحية طبعا الخير ينتصر على الشر تقليديا في المسرح التقليدي هذا. حاولنا نقدم بالمسرحية هذه بعض العادات والتقاليد على ظهر السفينة لنوصلها للجمهور، سواء الجمهور الشباب الصغار أو الجمهور اللي جاينا من برا. نعم أستاذ ناصر، انطلقت العديد من الفعاليات الفنية والثقافية المتزامنة مع كأس العالم، إذا ما تحدثنا تحديدا عن المسرح، كيف ترى في هذه المرحلة؟ المسرح القطري انطلقت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تزامنت مع فعاليات وانطلاق كأس العالم في قطر 2022. إذا ما تحدثنا عن المسرح القطري، حدثنا عن دوره في هذه المرحلة وأيضا ما الذي يقدمه للجمهور؟ أول شيء احنا عندنا الافتتاح اللي صار عندنا كان شباب قطري الحمد لله قدموا عمل رائع في افتتاح المونديال. في درب الساعي قدم في 4 مسرحيات موجودة، مسرحية الغبة وأوبريتين، أوبريت حوش البيت وأوبريت حكاية علم ومسرحية عالم 2030. 4 مسرحيات حاليا في درب الساعي، والافتتاح طبعا احنا تكلمنا عنه. اما في باقي الفعاليات احنا حاولنا قد ما نقدر يكون الفعاليات الموجوده فعاليات من الخارج، سواء مسرحيات اجنبيه او سواء مسرحيات عربيه في الزونات الموجوده في قطر.
أستاذ ناصر، تحدثنا بداية عن الإقبال على العرض المسرحي، لكن الآن نسألك لو تكرمت عن إقبال الزوار خصوصا من المشجعين إن صح التعبير العرب والأجانب ضيوف كأس العالم على التعرف والتقرب من التراث القطري، كيف تراه أنت باعتبارك واحد من الناشطين في الحقل المسرحي؟ نعم نعم، أنا حاليا والله صراحة أنا أعمل في الحي الثقافي كتارة. كتارة نعم. فلاحظت أنا من الجمهور من الصباح أنا أشوفهم جمهور في كتارة، في اللبس الخليجي، في العقال والغترة، لبس النسائي سواء ثوب النشل، سواء بعض المجوهرات اللي من سوق واقف يجيبونه، ورحت سوق واقف وشفتهم، يعني أشوف ما شاء الله الحمد لله أن موروثنا وصل، والتعب اللي تعبناه خلال العشر سنوات اللي فاتت عشان نوصل كأس العالم عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الى العالم الغربي والاوروبي وصل الحمد لله.